ثالثا ضبط النفس وعدم الغضب. وهنا رسالة نوجهها إلى كل أسرة: مؤشر الطلاق في الأسر بدأ يزداد، وزيادته ناتجة من ماذا؟ من ضيق النفوس. بدأت بعض النفوس الناس تضيق، تنصح الزوجة زوجها فلا يتقبل الزوج، ينصح الزوج زوجته فلا تتقبل منه. ما هذا؟ أي عشرة عمر هذه؟ وما معنى الشقائق؟ النساء شقائق الرجال، ما معناها؟ شق لك الآخر، يظهر لك ماذا أنت وماذا أنت عليه. لذلك لابد الإنسان أن يضبط نفسه في داخل أسرته فلا ينفعل. ولأبسط الأمور، تحدث بعض الطلاقات من عند بعض الشباب، يطلقون زوجاتهم من ماذا؟ من انفعال، لا لشيء، يغضب غضبا شديد فيتلفظ بها. لا، تلك الكلمات لابد أن تحبس ولا تخرج من الإنسان إلا في أصعب الأمور، عندما تصل الحياة إلى ماذا؟ إلى جهنم أو سعير، لا تستطيع الإنسان أن يعيش مع الطرف الآخر. هناك يحدث من التسريح، وتسريح بإحسان، ضبط النفس وعدم الغضب. يقول أحد الصحابة رضي الله عليهم: يا رسول الله أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول الله، ماذا قال له؟ قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كررها ثلاثا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لذلك عادة الحوار والنقاش الذي يحدث بين الناس يصاحبه غضب. لذلك على الإنسان ماذا؟ أن يعود نفسه وأن يبعد نفسه عن الغضب، يبعد نفسه عن الغضب. قصة واقعية، هذه القصة قد تحدث عند بعض الناس هنا وهناك، فينبغي الإنسان ماذا؟ أن يدرك لماذا وكيف وما السبب انفعاله. تقول المرأة وهي عاملة: عدت إلى بيتي الساعة 2:30 ظهرا كعودة الموظفين إلى بيوتهم، فلما دخلت البيت فأجاءتني ابنتي الصغرى التي لازالت في الروضة صغيرة، فدخلت قالت: أمي جئت من العمل؟ نعم جئت يا ابنتي. قالت: أمي عندي سؤال، أريد أن أسأل سؤالا. قالت المرأة وقد جاءت من عملها متعبة مرهقة جائعة: أخري سؤالك للعصر، الآن أريد أن أكل شيئا من الطعام الغداء وأنام. أصرت البنت إلا أن تطرح السؤال، وأصرت الأم إلا أن ألا تتقبل السؤال. أطفال صغار يصروا: أمي أرجوك سؤال مهم، سؤال مهم أرجوك يا أمي. غضبت الأم غضبا شديدا: اطرحي سؤالك. بغضب: ما يحتاج، يعني هذا طفل صغير، يعني ماذا سيسأل؟ ماذا عسان يسأل؟ أطفال يسألون أسئلة يمكن ما توقعها، يمكن أسئلة محرجة، يمكن أسئلة يعني عادية. تقول المرأة: فسألتني سؤالا، ذلك السؤال أنساني الطعام أو الجوع، أنساني الجوع والتعب. فر ما السؤال؟ قالت لأمي. قالت: نعم. قالت: متى سيتزوج أبي؟ ها؟ سؤال ما توقعه، متى سيتزوج أبي؟ تقول المرأة: فغضبت غضبا شديدا وصرخت بأعلى صوتي صرخة مدوية وقلت لها: سيتزوج أبوك لما أموت، يعني أموت، لما تموت هي يتزوج أبوها. تقول: فهربت عن وجهها ودخلت المطبخ لأكل بعض الطعام وقد ملئت غضبا. شوف سؤال طفلة يغضبنا، لماذا يغضبنا؟ الشيطان. تقول: قدح الشيطان ووسوس الشيطان في صدرها ماذا؟ أن الذي أملى عليها السؤال من هو؟ أبوها، يعني الزوج. يخطط الرجال ويزوج، قال: هذا فرصة أسف يدخل على أطرح السؤال. سبحان الله، شوف الشيطان يحاول يفرق، وهؤلاء كلهم يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. تقول المرأة: فجاءت ابنتي عند الباب: أمي
السؤال الثاني قالت اذهبي عني أرجوكم. السؤال الثاني وأصرت مرة أخرى قالت رحي سؤالك. قالت لها متى تموتي؟ حلوة متى تموتي؟ لأن البنت الصغيرة هذه بنت سؤالين، سؤال الأول على السؤال الثاني، قالت سيتزوج أبوك لما أموت، إذا متى تموتي حتى يتزوج أبوي؟ سؤال جواب حلوة. سبحان الله، لاحظوا، تقول الأم فلما طرحت ابنتي السؤال الثاني أدركت أنها أسئلة الطفولة، أسئلة لا تدرك معناها ومغزاها. خلاصة القول أن البنت مشتاقة، صغيرة مشتاقة تشوف عرس، ما رأت عرس يعني من فترة، فأقرب ما في عقلها ومن حولها أبوها وأمها. قالت متى يتزوج أبوي؟ مسكيني ما مدركة العلاقة يعني، تزوج وخلاص وجاب أولاد وانتهى الموضوع. فطرحت السؤال، تقول فاحتضنت ابنتي وضمنتها إلى صدري وأدركت حينها أن قلوبنا تضيق مع صلة أبنائنا وطرحها. لاحظوا، قال يسألك ولدك، قال يسألك كذا، بعض الناس يسأل أبو ولد سؤال يقول وانت مو دخلك، مو خصك انت. طيب الولد يسأل يتعلم، اعطيه بمقدار ما ينفعه الإجابة بقدر عمره، اعطيه إجابة لكن بقدره، بحيث يعطى شيئا من سؤاله أو تشوقه لهذه الإجابة.